أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: أنا طالب في جامعة أم القرى بمكة، وتركت زوجتي في بلدي وهو بلد مسلم، وهي تسكن مع أختها وزوجها، ولكن هؤلاء سيذهبون إلى مدينة أخرى تبعد نحو 200 كيلو، هل يجوز لزوجتي أن تذهب معهم مع أن معها ابن صغير؟ ما يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، هذا عام. فيلزمك أن تذهب أنت وتصحب زوجك، تصحبها، إما أن تأتي بها عندك، وإما أن تسافر بها معهم ثم تأتي لعملك. أما أنها تسافر بدون محرم هذا لا يجوز. نعم.